بخير خويا. بسم الله، كنهضروا على حقنا، وعندنا ثلاثه الكنزات، وعندنا الكونجيات، وما عندنا ما ناكلو، وبغينا شي بركه من عند هاد الناس، بغيناهم يعطيونا رزقنا، ما بغينا حتى حاجه، ما كنطالبوا حنا لا بفوضى لا بدي هذه ولا بهذه، كنطالبوا بحقنا، بغينا يعطيونا رزقنا، وهاد الدعم ديال سيدنا الله ينصرو بغيناه يعطيوه لينا، هاد الشيء باش كنطالبوا. وعايش وعايش الملك، وحنا راه مريحين حابسيننا في الخدمه، راه ما عندنا لا مصروف ما عندنا والو، هادشي اللي بغينا حنا، ما بغينا حتى شي حاجه من هاد السيد، بغينا رزقنا. 30 عام 24 عام كريم فهمي الحسين، مده 10 سنوات انا خدام في هاد الشركه هادي تقريبا. المشكل ديالنا اليوم وهو الاجور، ما بغاش هاد السيد يعطينا داكشي اللي خدمنا. كاين اللي كيتساليه الكنزات، لان كنخدموا حنا كنجور كنتخلصوا، كاين اللي كيتساليه كنجور ديال الشهر جوج، كنجور ديال الشهر ثلاثه، كاين اللي كيتسال تقريبا اربعه ديال الكنزات، كل واحد وكيفاش. والمشكل ديالنا هاد السيد هذا، قلنا ليه اودي عطينا حقنا، عطينا حقنا. حنا جالسين دابا شهر ونص، حنا جالسين ما تخلصنا حتى حاجه سيدي، وكان يخدم عنده 6 سنين 7 سنين 10 سنين 15 عام ما تخلصوا ليه حتى حاجه. كاين 30 عام كاع الفوق، وبزاف الناس ما خلصوا التيغرات هما حتى حاجه. درنا معاه، عندنا مشكل معاه، عندنا مشكل معاه في لي شونطي، ما عنده الوسائل اللي كتحمي العمال، ما عنده السلامه الصحيه اللي كتعلق بسلامه هاد الناس هادو. قضيه اخرى، هاد الناس اليوم قعدوا في ديورهم حتى ما كاينش شي واحد اللي غادي يجاوبهم، وخرجوا للشارع، لان ما بقاش عندنا ما نديرو في ديورنا. خرجنا للشارع اليوم على ود السلطات، على ود وزير الشغل، الا كان اليوم كيسمعنا يجي يطلع على هذه المدينه هذه، ويطلع على هاد الناس، هاد الامه ديال البشر اللي العدد ديالها كتزيد على تقريبا كتفوت واحد 700 واحد حتى 800 واحد ديال البشر، وكل واحد تقريبا راه تلقاه مسؤول على ثلاثه الناس في الدار، اربعه الناس، كل واحد وكيفاش. السيد هذا عينا ما نتحاوروا معاه، عينا حنا ما نتحاوروا معاه، عينا ما نتحاوروا معاه، عينا ما نطلبوا فيه. تقريبا عايشين حنا معاه هذه الازمه دي تقريبا عام هذا والزياده، دخول ديال رمضان هذا، بغينا اقرب وقت السلطات تدخل باش تنقذ هاد الناس هادو، لان هاد الناس راه ماشي 50 واحد ولا 20 واحد، راه 800 واحد، غير داكشي اللي كنعرف انا راه 800. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.